الآن نشرة الأخبار مع سؤد الطارق. نشرة رئيسة لأهم الأنباء، أهلا بكم. نبدأها بأهم ما فيها. الكاظمي يترأس اجتماعا أمنيا طارئا ويؤكد القصف الأمريكي انتهاك صارخ للسيادة، والعراق لا يكون ساحة لتصفية الحسابات. الضربات الجوية في العراق وسوريا رسالة ردع واضحة لإيران، الخارجية الأمريكية تحذر لن نبقى مكتوفي الأيدي. تحركات سياسية لإعادة نائب مستبعد عن غربي بغداد إلى سباق الانتخابات، تحذيرات من رضوخ المفوضية للضغوطات. أهلا من جديد. البداية من تطورات القصف الأمريكي على مواقع داخل الحدود العراقية، حيث استنكر المجلس الوزاري للأمن الوطني بشدة القصف الأمريكي، مؤكدا أن الاعتداء الأمريكي يمثل انتهاكا صارخا للسيادة العراقية ترفضه كل القوانين والمواثيق الدولية. وذكر بيان أن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ترأس اجتماعا طارئا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، ناقش خلاله القصف الأمريكي فضلا عن الاستهدافات التي تتعرض لها محطات توليد الطاقة الكهربائية. وأكد البيان أن المجلس يدرس اللجوء إلى الخيارات القانونية المتاحة لمنع تكرار تلك الاعتداءات، بالإضافة إلى إجراء تحقيق شامل في ظروف الحادث ومسبباته، معربا عن رفضه بجعل العراق ساحة لتصفية الحسابات أو استخدام أراضيه وسمائه للاعتداء على الجوار. فيما أشار البيان إلى أن الحكومة لديها جلسات حوار متواصلة مع الجانب الأمريكي، وصلت إلى مراحل متقدمة لانسحاب القوات القتالية الأمريكية من العراق. في سياق آخر، أكد المجلس أن مجاميع تخريبية وإرهابية تسعى لإرباك الأوضاع باستهداف المحطات والأبراج الكهربائية، مبينا أن القائد العام للقوات المسلحة يوجه قيادة العمليات المشتركة بعقد اجتماع طارئ لوضع استراتيجية متكاملة لتأمين انسيابية التيار الكهربائي. هذا وأدان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان له الهجوم الأمريكي الذي استهدف موقعا على الحدود العراقية السورية. وجدد اللواء يحيى رسول رفض العراق أن يكون ساحة لتصفية الحسابات، متمسكا بحقه في السيادة على أراضيه ومنع استخدامها كساحة لردود الفعل والاعتداءات، مضيفا أن القصف الأمريكي يمثل انتهاكا سافرا ومرفوضا للسيادة العراقية وللأمن الوطني وفق جميع المواثيق الدولية. ودعا رسول في بيانه إلى التهدئة وتجنب التصعيد بكل أشكاله، مؤكدا أن العراق سيقوم بالتحقيقات والإجراءات والاتصالات اللازمة على مختلف المستويات لمنع حصول مثل هكذا انتهاكات. إلى ذلك، أصدرت هيئة الحشد الشعبي بيانا بشأن القصف الأمريكي على نقاط تابعة لقواتها، وتحديدا اللواء 14 و46 في قضاء القائم ضمن محافظة الأنبار، وبمسافة 13 كيلومترا داخل الحدود العراقية. وذكرت الهيئة أن القصف أسفر عن ارتقاء 4 شهداء كانوا يؤدون واجبهم الاعتيادي لمنع تسلل عناصر داعش الإرهابي من سوريا إلى العراق، مشيرة إلى أن نقاط الحشد الشعبي التي تعرضت للقصف لا تضم أي مخازن أو ما شابه، خلافا للادعاءات الأمريكية. فيما عدت هيئة الحشد القصف بأنه يأتي في إطار إضعاف العراق وقواته الأمنية، كما أنه يمثل استهدافا لسيادة العراق. في المقابل، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن الضربات الجوية
تبعث رسالة مهمة وقوية إلى من وصفها بالفصائل المدعومة من إيران، مشيرا إلى أن إدارة بلاده اتخذت ما وصفه إجراء ضروريا ومناسبا ومدروسا للحد من مخاطر التصعيد، ولكن أيضا لإرسال رسالة ردع واضحة لا لبس فيها. الضربات الجوية تبعث رسالة مهمة وقوية إلى الفصائل المدعومة من إيران. لقد اتخذنا إجراء ضروريا ومناسبا ومدروسا للحد من مخاطر التصعيد، ولكن أيضا أردنا إرسال رسالة رادعة وواضحة لا لبس فيها. هذا وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون شن ضربات جوية دقيقة ضد منشآت ومواقع قالت إنها تابعة لفصائل مسلحة على الحدود العراقية السورية. وذكر بيان أن الضربات الجوية استهدفت موقعين داخل سوريا وآخر داخل العراق، تستخدم لإطلاق وتخزين أسلحة وطائرات مسيرة، مضيفا أن الغارات توضح عزم الرئيس الأمريكي جو بايدن على حماية القوات الأمريكية، وأنه وجه باستمرار العمل العسكري لردع مثل تلك الهجمات. وأشار البيان إلى أن القوات الأمريكية موجودة في العراق بناء على دعوة الحكومة العراقية لغرض مساعدة القوات الأمنية العراقية على هزيمة تنظيم داعش الإرهابي، مبينا أن واشنطن اتخذت إجراء ضروريا ومناسبا ومدروسا للحد من خطر التصعيد ضمن سياق حق الدفاع عن النفس، ولإرسال رسالة رادعة واضحة لا لبس فيها. في غضون ذلك قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي أن الضربات الجوية كانت دقيقة ضد منشآت ومخازن أسلحة تستخدمها فصائل مسلحة، قال عنها إنها مدعومة من إيران في موقعين بسوريا وآخر في العراق. وأضاف كيربي أن الغارات الجوية أصابت الأهداف المقصودة وأن العمل جار لتقويم آثار العملية، مبينا أن الضربات كانت إجراء ضروريا ومناسبا ومدروسا للحد من مخاطر التصعيد في المنطقة، مؤكدا أن واشنطن أرادت أن توضح لإيران عواقب دعم تلك الجماعات المسلحة وفق قوله. من جانبهم أوضح مسؤولون أمريكيون لشبكة فوكس نيوز أن طائرات F-15 و F-16 التابعة للقوات الجوية الأمريكية نفذت الغارات الجوية على الحدود العراقية السورية وعادت لقواعدها. وأوضح المسؤولون أن منشأة واحدة على الأقل تستخدم لإطلاق الطائرات المسيرة دمرت بالكامل، فيما رجح عدم سقوط الكثير من الضحايا بسبب توقيت الضربة. كذلك قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الغارات الجوية جاءت ردا على 5 هجمات بطائرات مسيرة استهدفت القوات الأمريكية في العراق في الأشهر الأخيرة. وقالت الصحيفة إن الضربات استهدفت مواقع لتخزين الطائرات المسيرة على الحدود العراقية السورية، مشيرة إلى أن الطائرات ألقت قنابل عديدة يصل وزنها إلى 900 كيلوغرام على 3 مواقع، 2 منها في سوريا و1 في العراق. فيما أشارت الصحيفة إلى أن الضربات الجوية هي المرة الأولى التي يأمر فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن باستخدام القوة في العراق. من جانبها بيّنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أن الغارات كانت محددة الهدف وجاءت رداً مناسباً على التهديد المستمر والخطير للقوات الأمريكية في المنطقة. أوضحت بيلوسي في بيان لها أن الضربات الجوية ضد منشآت تابعة لفصائل مسلحة قالت إنها مدعومة من إيران جاءت لحماية القوات الأمريكية والحلفاء، مشيرة إلى أن تلك المواقع تشكل تهديداً خطيراً ضد المصالح الأمريكية في المنطقة. إذن واشنطن تدخل حرب المسيرات، أبرز المستجدات التي قادت إلى ذلك التصعيد سنوجزها في الآتي.
نتابع معا. طائرات أمريكية من نوع F-15 و F-16 نفذت تلك الهجمات. قنابل وصل وزنها إلى 900 كيلوغرام استهدفت المواقع. المواقع المستهدفة هي منشآت لوجستية ومخازن للطائرات المسيرة. إذن خمس هجمات بالطائرات المسيرة استهدفت قوات أمريكية منذ نيسان أبريل الماضي. أربع مسيرات ملغمة استهدفت منطقة قرب القنصلية الأمريكية في أربيل أخيرا. هجمات بالطائرات المسيرة كذلك استهدفت عين الأسد ومطار بغداد. ثاني ضربة جوية في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، لكنها الضربة الجوية الأمريكية الأولى في العراق خلال عهده. كذلك هي أول ضربة جوية في عهد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. كذلك أدان وزراء خارجية الدول المشاركة في التحالف الدولي الهجمات المستمرة ضد أفراد التحالف وقوافله والمنشآت الدبلوماسية الموجودة في العراق، مؤكدين على أهمية حماية حكومة العراق لقوات التحالف الدولي. شدد المجتمعون خلال الاجتماع في روما على ضرورة تعزيز الكفاءة العملياتية وتنسيق الجهود لمواصلة الحرب على داعش الإرهابي، لافتين الانتباه إلى أن وجود التحالف في العراق جاء بناء على طلب من الحكومة العراقية. أما الآن ينضم إلينا الخبير الأمني والاستراتيجي الدكتور أمير الساعدي. أهلا بك دكتور أمير. دكتور أمير، يعني بالتأكيد تابعت الموقف العراقي، أهلا بك، تابعت الموقف العراقي الأخير فيما يتعلق بالضربات الضربة الأمريكية الأخيرة في داخل العراق. كيف يمكن لنا أن نفهم ذلك الموقف في ظل جلسات الحوار الاستراتيجي المتواصلة والمستمرة؟ طبعا دعنا نذكر مع حتى السعي العراقي الحثيث، وهو من قدم طلب الى الولايات المتحده الامريكيه لعقد جلسه ثالثه من الحوار لتقييم او اعاده تقييم الاتفاق الاستراتيجي بعيد المدى مع امريكا. الا ان نرى بان الولايات المتحده الامريكيه هي من قام الان، ونتكلم عن ضربه فجر يوم الاثنين، بخرق هذا الاتفاقيه، ولا سيما هناك قسم ثالث يختص بالامن تقول فيه الولايات المتحده الامريكيه بالتضامن مع الاتفاق العراقي بان الولايات المتحده الامريكيه ستحاول ضمان أمن واستقرار العراق، وذلك للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين في المنطقة. وهذه نقطة جدا مهمة ننطلق بها، كون الرسالة هي لم ترسل إلى الفصائل فقط لوجود هذا التجاوز أو وجود هذه الخروقات التي قامت بها، وهي تقول وتشر للعلن بأنها قد تكون بدعم إيراني، بل هي رسالة مباشرة إلى إيران وإلى الرئيس إبراهيم رئيسي بالتحديد، كونه من المحافظين وهو من تتوافق رؤاه مع رؤى السيد علي خامنئي، الذي أعلن صراحة وفي أكثر من مناسبة بأنه على الولايات المتحدة الأمريكية أن تجلي قواتها ليس من العراق وحسب، بل من كل المنطقة. وبالتالي التجديد الآن، ولا سيما بعدم وجود منفذ واضح للاتفاق النووي 4+1، وأيضا عدم وجود رؤية واضحة للولايات المتحدة الأمريكية بتعاطيها مع الاتفاق الإطار الاستراتيجي مع العراق، وكيف تتعاطى مع هذا الموقف، حتى مع تصريحات السيد بلينكن الواضحة للعيان، هم لا يريدون عملية تصعيد، وهم يريدون تحييد الموقف الذي يقوم بعملية الاستهداف، لكن هي رسالة واضحة إلى المحافظين الجدد بشخص سيد رئيسي، وإلى إيران وإلى تلك الفصائل التي الآن تستخدم بعض من صلاحيتها. عملية استهداف فصائل الحشد الشعبي هي خارج إطار نطاق الدستور العراقي وخارج التوافق الأمريكي العراقي، وبالتالي على الولايات المتحدة الأمريكية أن تتذكر بأن هي من تدعي حماية الأمن والاستقرار في العراق لحفاظ الأمن والسلم الدوليين، حتى لا تخرب هذا الأمر ولا تدعو للتصعيد. وإن كانت الولايات المتحدة الأمريكية لا تنوي هذا الأمر، لكن أنا أقول وبالحرف الواحد هناك سيكون احتمال لعملية تصعيد قادمة من قبل الفصائل ليس الحشد الشعبي، وإنما من الفصائل التي خرجت. يعني دكتور أمير تتوقع ذلك هذه الليلة ربما، يعني خاصة في ظل الموقف الواضح الأخير من قبل يعني من تم استهدافهم؟
طبعا دعينا أركز على نقطة مهمة جدا. أولا الولايات المتحدة الأمريكية غالبا ما تستخدم عملية الرد في توقيتات تضر بالأداء الحكومي والحكومة أي حكومة. لا تكلم هنا تكلم على أقل تقدير بكلام مباشر من قبل رئيس الوزراء السيد العبادي عندما كنا نحاوره في جلسة كانت ملؤها الصراحة بين الولايات المتحدة الأمريكية غالبا ما أخفقت بشكل علني باستخدام التوقيت الاستهداف. اليوم بعد خروج قمة ثلاثية مهمة للعراق وللأداء الحكومي العراقي نرى بين الولايات المتحدة الأمريكية قد غطت على كل هذه القمة وعلى كل ما مخرجاتها وأصبح العراق في صبيس والحكومة العراقية في موقف محرج لا تحسد عليه وهي لا تستطيع أن تواجه تلك الفصائل الخارجة عن القانون والدستور العراقي وفي نفس الوقت لا تستطيع أن تطرد الولايات المتحدة الأمريكية من غير أن يكون هناك قرار سياسي حامي من قبل مجلس النواب العراقي. ودعني أركز على هذه النقطة. الآن من يستطيع إخراج القوات الأمريكية ليس الحكومة العراقية وحسب وإن كان بصلاحياتها ومقدرها لكن من يضغط على الحكومة اليوم هي السلطة التشريعية باستضافة السيد الكاظمي وإخراج قانون ملزم الحكومة وليس قرارا مثل ما صدر قبل عامين غير ملزم للحكومة العراقية. الآن تستطيع أن تخرج بورقة كتاب واحدة فقط من الخارجية العراقية بموافقة مجلس الوزراء إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتخرج من العراق. لكن بما أن هناك جلسات حوارية ولجان فنية قد عقدت والآن تتهيأ لعملية الوقوف على النقاط الأخيرة لتنفيذ العملي لخروج تلك القوات القتالية وأنا يعني لدي تفصيل آخر لكن ليس موضع النقاش والحوار الآن في هذا الأمر. دعنا نركز بأن الولايات المتحدة الأمريكية الآن ينبغي أن تراعي مصلحة العراق ومصلحة حكومة العراق في إدارة ملفاتها الشائكة وليس فقط بعملية تصعيد. والآن نرى بأن الرد سيكون جاهزا إن لم يكن خلال 72 ساعة وهذا توقع 72 ساعة قادمة سيكون خلال الأسبوع القادم بشكل مؤكد لأن سبق وأن قامت تلك الفصائل مع وجود استعراض كبير للحشد الشعبي باستهداف بعض المناطق في أربيل وكانت واضحة بطائرات مسيرة. دكتور يعني أمير بالتالي ماذا بيد الحكومة العراقية أن تفعله في وهي المحرجة أصلا من جهة يعني جاء الموقف الأمريكي من خلال تلك الضربة فجر الاثنين واضح بعملية كما وصفتها مدروسة وردا مناسبا رادعا للفصائل المسلحة والفصائل المسلحة في المقابل أيضا من خلال مسيراتها طائراتها المسيرة تستهدف قاعدة عين الأسد مطار بغداد كذلك تم استهداف القنصلية الأمريكية في أربيل. كيف يمكن البحث عن مخرج في كل هذه الظروف؟ دعنا نذكر الولايات المتحدة الأمريكية والعراق بأن هناك أكثر من أسلوب للردع. الأسلوب الأساليب الرادعة ليس فقط باستخدام القوة بشكل مباشر أي بقوة باستخدام القوة الصلبة. هناك سياسة أخرى يعني هناك قوة ناعمة تستخدم الطرفين أي عملية محاولة إظهار السياسة بشكل صلب باستخدام القانون. أذكر كان لزاما على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى العراق أن يستثمر وجود هذا المؤتمر الدولي بحضور وزير الخارجية العراقية في روما في عملية تنسيق طبيعة العلاقة وعملية الضغط أو لتحييد دور تلك الفصائل الخارجة عن القانون ليس باستخدام القوة بشكل مباشر وإنما هناك إجراءات تلويح وردع أكثر من استخدام القوة بمساندة الحكومة العراقية أولا بالوصول إلى الجنات ومساعدة الحكومة العراقية بأوراق سياسية ضغطة أي ما لم يعقد أهل الحل والعقد في العراق وصانع القرار العراقي بمبادرة حقيقية وجامعة وضاغطة من قبل أطراف أولا حلف الناتو التحالف الدولي والولايات المتحدة الأمريكية لتعضيد دور الحكومة الرسمي بالتعاضد مع البيت الداخلي العراقي. هنا النقطة تكمن الخطورة لمحاولة تجنيب تلك الفصائل من استخدام هذه القوى الرادعة. لم يبقى أمام هذه الحكومة إن صحت النوايا للأطراف السياسية وأجرت انتخابات في 10/10/2021 إلا شهرين لا أكثر وبالتالي عليهم أن يبروا هذا الاتفاق مع السيد الكاظمي بإجراء انتخابات المبكرة المبكرة والتهيئة والتهدئة لحين انتقال إلى حكومة أخرى وعملية ضغط من خلال السلطة التشريعية على الحكومة القادمة لإخراج تلك القوات إلا أن تمضي مع عملية التوافق بجلسات الحوار واللجان الفنية لاتفاق إطار استراتيجي مع الولايات المتحدة. الخبير الأمني والاستراتيجي الدكتور أمير الساعدي شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.
من حرب المسيرات إلى حرب الكهرباء، حيث أعلنت وزارة الكهرباء استهداف محطة صلاح الدين الحرارية لإنتاج الطاقة الكهربائية في سامراء بصواريخ كاتيوشا. وذكرت الوزارة في بيانها أن استهداف محطة صلاح الدين الحرارية بصواريخ الكاتيوشا أدى إلى أضرار جسيمة بأجزاء الوحدة التوليدية، مشيرة إلى حدوث انقطاع عام في التيار الكهربائي بقضاء سامراء والمناطق المجاورة الأخرى. في غضون ذلك، أعلنت وزارة الكهرباء أن استهدافاً آخر بعبوات ناسفة تعرضت له الأبراج الناقلة للتيار الكهربائي بين ديالى وبغداد. وقالت الوزارة أن الاستهداف التخريبي حدث في منطقة خان بني سعد التابعة لبعقوبة، ما أدى إلى انفصال خط ديالى شرقي بغداد عن الخدمة وانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق متفرقة تعاني من نقص ساعات التجهيز. إذن شهدت محافظات عراقية أخيرا موجة غير مسبوقة من عمليات استهداف أبراج نقل الطاقة الكهربائية، غالبيتها تركزت في المناطق النائية بين كركوك وصلاح الدين وديالى. أسبابها تعددت بين التسقيط السياسي والمنفعة المالية ونشاطات إرهابية. تفاصيل أوفى في سياق التقرير الآتي. لا تكاد أي أزمة تحدث في كركوك تخلو من الأبعاد السياسية، فبعد الوقود والنفايات بدأ مسلسل استهداف أبراج الطاقة الناقلة للكهرباء المصدرة من هنا. نحو 800 ميجاوات قيمة الإنتاج المصدر من محطات كركوك لا تأخذ منها المحافظة سوى نصف القيمة، مع إن حاجة المدينة تصل ل 700 ميجاوات يومياً. كمية الطاقة المنتجة من وزارة الكهرباء ومن مديرية العامة لإنتاج الكهرباء في مدينة كركوك تتراوح ما بين 700 إلى 800 ميجاوات، تذهب جزء منها إلى الشبكة الوطنية لتغذية محافظات صلاح الدين وديالة وجزء من محافظة الموصل، أما البقية فيكون لمحافظة كركوك. تقريبا يتبقى مدينة كركوك ما بين 450 إلى 500 ميجاوات، لذلك نحتاج إلى أكثر من 700 ميجاوات يوميا. هذه بالنسبة لليك أوف باور، يعني كمية الطاقة الناقصة حاليا اللي يتم تعويضها عن طريق المولدات الأهلية. ورغم أن ذلك الاستهداف المتكرر يربك حسابات ساعات التجهيز في المدن المجاورة، إلا أن كركوك يفترض أن تبقى لها الحصة الأكبر في حال توقفت عملية نقل الطاقة، لكن ذلك لم يتحقق، فساعات التجهيز هنا أصبحت أقل من الأيام الماضية في ظل استفهام يضعه حتى المختصون بذلك. يفترض أن تزداد كمية الطاقة المتبقية في مدينة كركوك وليس العكس، يعني ما شهدناه قبل سنتين أيضا صار عمل تخريبي وانضربت مجموعة من الأبراج بين ديالى وبين كركوك، بالعكس المدينة ازداد بها ساعات التجهيز وقالوا والله لأن الأبراج مضروبة بين كركوك وبين ديالى. حاليا أيضا أبراج مضروبة بين كركوك وبين ديالى والساعات التجهيز نفسها بل أقل من الأيام السابقة، ربما ترجع لارتفاع درجات الحرارة، لأن وزارة الكهرباء ذكروا أن الوحدات K1 K2 K3 طلعت من الخدمة بسبب تأرجح في الهرتزية، وهذا السبب غير مقنع، لأن المفروض هم يكون عندهم أجهزة ستابلايزر اللي تقوم بعملية معاودة التيار الكهربائي عند حدوث ارتفاع في الهرتزية أو انخفاض في الهرتزية. وتحملت محافظات كركوك وصلاح الدين وأجزاء من ديالى النسبة الأكبر من استهداف أبراج نقل الطاقة، أمر يتطلب جهداً أمنياً مضاعفاً للحد منها، سيما وأن غالبية تلك الأبراج تقع في مناطق غير مأهولة بالسكان يصعب تأمين الحماية لها. لقناة الفلوجة عبد الله العامري، كركوك. انتخابيا، كشف مصدر مطلع عن وجود ضغوط سياسية لإعادة النائب كريم أبو السودة إلى العملية الانتخابية، رغم صدور كتب رسمية تثبت شموله بقرارات هيئة المساءلة والعدالة. وكانت كتب رسمية حصلت عليها قناة الفلوجة قد بينت ثبوت شمول أبو السودة بإجراءات المساءلة والعدالة في تلك الأثناء، دعت أوساط شعبية إلى إبعاد المفوضية عن ضغوطات المتنفذين.
في غضون ذلك أكدت مفوضية الانتخابات أن مجلس المفوضين قرر بالإجماع أن يكون موعد إعلان النتائج الأولية خلال 24 ساعة لعملية الاقتراع العام والخاص. قرر مجلس المفوضين بالإجماع على أن يكون موعد إعلان النتائج الأولية خلال 24 ساعة لعملية الاقتراع العام والخاص، وبعد الانتهاء من عمليات الفرز والعد الإلكتروني واليدوي للمحطات والتي سيتم اختيارها من كل مركز اقتراع، وفي حال وجود اختلاف في نتائج الفرز والعد اليدوي عن النتائج الإلكترونية بنسبة 5% يصار إلى الفرز والعد اليدوي لجميع محطات مركز الاقتراع في البناية. شعبياً، انتقد مواطنون إجراءات البنك المركزي تغيير سعر صرف الدولار أمام الدينار في الوقت الذي فقد به البنك السيطرة على أسعار الصرف، واشتكى المواطنون من ارتفاع أسعار المواد في الأسواق بسبب تغيير سعر الصرف، مشيرين إلى أن البضائع الموجودة في الأسواق ارتفعت إلى ضعفين عما كانت عليه في السابق. الحكومة تقول المواطن ما يتأذى، أريد أفتهم المواطن شلون ما يتأذى. هسه الدولار تقريبا ب 150,000، المواد كلها صاعدة بالنار. هسه أنا أشتغل عامل يوميته 15,000، أروح على المواد بالنار. يعني أضرب لكم فد مثال، الدجاج أبسط شيء، الدجاج كانت الوحدة ب 7,000، هسه ب 13. أريد أفتهم الحكومة شلون تقول المواطن ما يتأذى. شرائح كثيرة من المجتمع العراقي ما عندها دخل، تعتمد على يعني اللي تشتغل بيه بيومه تعيش بيه. زين هذا ويا رفع سعر الدولار شلون راح يقدر يدبر حياته؟ حتى الموظفين يتأذوا بهذا الموضوع، لأن الموظف هم راتبه محدود. زين كل السلع ارتفعت أمام راتب الموظف، فيعني صارت موضوع كلش مزعج للشعب العراقي. أكدت السفيرة الأسترالية في العراق باولا كانلي أن جهود بلادها تنصب في مساعدة محافظة نينوى على الاستقرار ودعم مشاريع الإعمار والتنمية، وبينت أن بلادها لا تنوي فتح قنصلية في نينوى في الوقت الحالي. Future funding from Australia will produce the best results. واليوم إن شاء الله حنكمل الزيارة على مدينة الموصل لحتى نشوف هذه المشاريع يلي قمنا بالمساهمة فيها والتكلم مع يعني المستفيدين من هذه المشاريع والاطلاع وين ممكن يكون في استفادة أكثر في المستقبل، وين نقدر السفارة الأسترالية تساهم في المساعدات. بالوقت الحالي ما في أي مخطط بتوسعة أو جعل يكون في قنصلية في مدينة الموصل. بالوقت الحالي هي فقط في سفارة الأسترالية في بغداد، ولكن هذه السفارة ما بتعطي أي تأشيرات. التأشيرات هي عم بتتم من خلال عمان، السفارة اللي في عمان. في غضون ذلك أكد السفير التركي في بغداد علي رضا غوناي أن مشكلة المياه مشكلة إقليمية وليست مشكلة العراق لوحده، موضحا أن تركيا تعاني من الجفاف ونقص حاد في منسوب المياه لديها. كما أضاف غوناي أن تركيا مستعدة للاستثمار بالمجالات والقطاعات كافة في محافظة النجف، لا سيما في مجال السياحة والإعمار. Özellikle su konusunda iklim değişikliği ve kuraklık Türkiye'yi de ciddi şekilde etkiliyor. التأثير التغير المناخي والجفاف يؤثر على تركيا بصورة جدا جادة. Türkiye'deki rakamlar şunu söylüyor. Geçtiğimiz yıla oranla %30 yağışlarda azalma var. هنالك نقص بنسبة 30% في كمية الأمطار المياه المتساقطة من الأمطار مقارنة بالسنة الماضية 30%. Ve tüm bölge için bu daha da olumsuz bir hale gelecek önümüzdeki dönemde. وفي الفترة القادمة سوف تؤثر بصورة سلبية على المنطقة كلها. Şimdi sorunumuz ortak. مشكلتنا هي مشتركة. Çözümümüzün de ortak olması lazım. ويجب أن يكون الحل هو حل مشترك. Türk iş dünyası Irak'ın her yerine yatırım yapmaya hazır. عالم العمل التركي مستعد للاستثمار في جميع انحاء العراق. Burada da Necef'te de çeşitli alanlarda, çeşitli sektörlerde bu yatırım faaliyetlerini hayata geçirebilecek Türk şirketleri mevcut. هناك شركات تركية مستعدة الى تفعيل الاستثمار في كثير من القضايا والمجالات. ختام هذه النشرة هذا تذكير باهم ما جاء فيها.
الكاظمي يترأس اجتماعا أمنيا طارئا، ويؤكد القصف الأمريكي انتهاك صارخ للسيادة، والعراق لا يكون ساحة لتصفية الحسابات. الضربات الجوية في العراق وسوريا رسالة ردع واضحة لإيران. الخارجية الأمريكية تحذر لن نبقى مكتوفي الأيدي. تحركات سياسية لإعادة نائب مستبعد عن غربي بغداد إلى سباق الانتخابات، تحذيرات من رضوخ المفوضية للضغوطات. والمزيد من التفاصيل حول هذه الأخبار وغيرها تجدونها على موقعنا الفلوجة.تي في أو من خلال صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بعافية. We'll be right back.